السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم أبو زياد، فالنصيحة نصلح جميع أنواع الغسالات الديجيتال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. النهاردة معانا غسالة سامسونج فو أوتوماتيك 14 كيلو جرام. زي ما حضراتكم شايفين إن الغسالة دي العميل بيشتكي إن الغسيل قفل، الباب قفل مش عايز يفتح، وإن الغسالة فاصلة كهرباء خالص. فهنا احنا هنبتدي نكشف حاجه حاجه من اول مدخل الكهرباء ال 220. المفروض ان احنا انا كفني فني صيانه المفروض معايا الافوميتر اللي بقيس بيه الكهرباء، هل الدخل داخل للكهرباء؟ ان شاء الله النهارده اعلمك ازاي طريقه عشان ما تحاولش تفتح الباب ده، لان الباب ده في عندنا هنا شداد بتشد. المعلومه يعني ان شاء الله هنقولها خلال الفيديو، في شداد بتشد هنا بيفتح معاك الباب ده في حاله اثناء ان انت بتيجي تفتحه ما بيفتحش معاك، تمام؟ جميع الغسالات، معظم الغسالات السامسونج فيها الايه؟ الشداد ده، او الفكره البسيطه اللي انا هقولها لحضرتك دي. هنبتدي على بركه بسم الله ان احنا نعرف حضرتك الاول ايه هو اللي المفروض يتم. اول شيء حضرتك احنا بنشوف الكهرباء، مصدر التيار الكهربي فيها شغال ولا لا عن طريق الفيشه دي، هنقيسها فيشه الكهرباء معانا الافوميتر. هبتدي ان انا اشغل الافوميتر بتاعي. ده أول حاجة ألف فيه بالنسبة إن الغسالة عندي فصلة كهرباء، تمام؟ هنشوف معانا الفيش بتاعي شغال ولا لأ. مصدر التيار الكهربي شغال معايا أهو، تمام؟ مفروض إن الكهرباء 220 فولت، التيار الكهربي كده 220 فولت، تمام؟ يبقى أنا عندي إيه؟ الكهرباء سليمة. طب هنقيس معانا الفيشة دي، هنشوف الفيشة دي الفيوز فيها سليم ولا لأ. ده الفيوز بتاعي هنا اهو، هنقيس الطرفين بتوعه، بنشوف وضع الصفارة، نجيب وضع الصفارة، أول طرف هنشوفه سليم ولا لأ، وبعدين كده نقيس الطرفين بتوعات الفيوز نفسه. كده الفيوز عندي المفروض إن هو سليم. المفروض بقى إن أنا همشي بقى مع السلك ده المدخل بتاعي، نقيس طرف الفيشه الاولاني مع الطرف الاولاني اللي هنا في مصدر التيار الكهربي. طبعا هنفك الوش اللي ورا ده عن طريق مسمارين، تمام؟ انا فكه طبعا عشان اسهل لحضراتكم الفيديو. ده في مسمارين هنا، مسمار هنا، مسمار هنا، تمام؟ المفروض ان الفيشه عندي دي اهي، اخر الفيشه عندي اهو، تمام؟ عندي للمعلومه بس، معلومه، لان الباب ده لو قفل مع حضرتك في عندك شداد اهو، هتشد الشداد ده كده بايدك للاخر كده، هتلاقي الباب ده فتح معايا. الباب كده ايه؟ المفروض ان هو فتح معايا. يعني الاول الباب ما كانش بيفتح، دلوقتي الباب ايه؟ فتح معانا عن طريق اللي هو الشداد ده اللي هو ماسك في قفل الباب بتاع الغساله، تمام؟ عندي القطعه دي لمصدر دخول التيار الكهربي، هقيسها اللي هي ايه؟ مدخل ال 220، تمام؟ هحط فيشه الكهرباء بتاعتي واشوف هل كده انا اتاكدت ان الفيوز عندي سليم ما فيهوش مشكله. هشوف الفيشه عندي سليمه ولا فيها مشكله عن طريق القياس، ان انا بجيبها على وضع الصفاره، تمام؟ وبقيس اول طرف مع الفيش مع طرف البدايه مع النهايه، اعكس الاطراف، شوف كده كده المفروض الصفاره شغاله. هنشوف كده الطرف الاولاني مع الطرف الثاني، ده كده سليم اول طرف، الطرف الثاني سليم. يبقى كده مدخل الكهرباء بتاعي، الدخول الكهرباء حتى الان من اول الفيشه مصدر التيار الكهربي لحتى الدخول ال 220 للغساله عندي سليم. طيب هنا مخرج ال 220 اللي هم الطرفين اللي هم الاسود والابيض، همشي مع الطرفين دول عند الكارته ونشوف ممكن يكون في قطع في الفتره في 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 يعني في الاسلاك اللي هي داخله من الدخول لحتى دخول الكارته، ممكن يكون في قطع. لحد الان الكهرباء عندي سليمه، مفيش ادنى مشكله بالنسبه لي. هنخش معايا لحد ما نشوف المشكله عندي فين. هنفك اللوحه عندي، نفك المسمارين بتوع اللوحه اللي هم المسمار ده والمسمار ده. مسمارين هنا في النص. زي ما حضراتكم شايفين كده اللوحه عندي هنا كده طلعت معايا، تمام؟ المفروض ان انا عايز اقيس عندي مدخل الكهرباء بتاعي اللي هو الاساسي، المفروض اللي هم الطرفين الكهرباء
عشان اقدر احدد العيب في الكارته ولا لا، اللي هما الطرف الاسود والابيض. هبتدي ان انا اقيس الطرفين الاسود والابيض هنا وهنشوفهم فين بالظبط. تمام، الاسود والابيض. هنجيب الافو الافوميتر وهنقيس من اول الاسود من هنا لحد الكارته. لو الطرفين قاسوا معايا معنى كده ان ال 220 عندي سليم اهو يا جماعه، بيصفر معايا. طب الطرف الثاني سليم، يبقى كده عندي مدخل ال 220 لحد دخول الغساله. يعني انا الطرفين دول لو انا وصلت فيهم اللمبه، لمبه بيان، او وصلت فيهم اي قطعه هتنور، اصبح ان الضفيره عندي ما فيهاش مشكله. يبقى بنسبه 100% المشكله عندي فين؟ في اللوحه الاساسيه. اللوحه الاساسيه عندي دي فيها مشكله زي ما حضراتكم شايفين اهي من قبل ما نبص عليها، هي كده كده فيها مشكله. فطيب احنا دلوقتي في كذا حل، في ان احنا ممكن نصلح اللوحه دي، او ممكن لوحه بديله اللي هي الكارته الجوكر. لو في اماكن مش متوفر فيها اللوحه دي تمام، بنجيب لها كارته جوكر، ولو اني ما انصحش بالكارته الجوكر. طيب انا ايه اللي السبب، ايه السبب اللي خلى اللوحه دي تضرب؟ هل يعني من الكهرباء او سبب تاني؟ المفروض ان انا عشان اتاكد من الاسباب التانيه دي، ان انا علشان لو انا صلحت اللوحه دي وجبت لوحه تانيه ممكن ما تخربش او ما تضربش، انا المفروض ان انا اعمل ايه؟ هجيب عندي كابل الكهرباء دي واقيس عند الصمامات، اشوف الصمامات دي سليمه، لان ممكن يكون الصمامات دي اللي طيرت الكارته. هبتدي ان انا اوصل الصمامات دي عندي كهرباء تمام؟ واقيسها كلها اشوفها هل هي سليمه ولا فيها مشكله، وابتدي ان انا اقيس معايا الميزان، وابتدي ان انا اقيس معايا الطرمبه. هنوصل كده على بركه الله، بيزن معايا الصمام اهو، بيزن معايا الصمام زي ما حضراتكم سامعين كده. الصمام ده عندي سليم. هنخش على اللي بعده. انا بحاول ان انا اجمع لك كل الاخطاء وكل الحاجات علشان مفيش حاجه ان شاء الله بامر الله تقف معاك. المعلومات دي بنقولها لك بما يرضي الله، زي ما انا بدي لك المعلومه بما يرضي الله. محتاج ان انت تتفاعل مع القناه وتدوس لايك وتشترك في القناه عشان يوصل لحضرتك كل ما هو جديد. الصمام التاني شغال اهو يا جماعه تمام. هنوصل الصمام التالت. ليه انا بوصل الصمامات دي بشيك عليها؟ لان الصمام ده لو في لا قدر الله شورت او في اي حاجه، ممكن انت حضرتك بعد ما تيجي تصلح الكارته وتتعب وتيجي تركب الكارته تلاقيها ضربت معاك تاني. فده امان لحضرتك زي ما انا بقول لحضرتك كده ايه كل شيء. طبعا التست مود للغساله دي موجود عندي في القناه، لو اي حد دخل عندي على المحتوى او هتلاقيه في الوصف ان شاء الله التست مود بتاعها، اللي هو بيشوف لو انت عندك خطا في الغساله او في ايرور في الغساله بيظهر لك على الشاشه، لو حضرتك حابب ان انت تخش تتفرج عليه. الصمام الثالث عندي اهو سليم كده بيزن. طيب كده فاضل معايا تحت بقى هنميل الغساله. هنميل الغساله وهنوصل الطرمبه. عندي يا جماعه دي طرمبه الطرد، شيل الطرفين بتوعها. طرمبه وادي الشداد اهو يا جماعه، ده الشداد، وعندي دي الطرمبه اهي. ابتدي ان انا اوصل عندي الطرفين اشوف الطرمبه هل هتشتغل معايا ولا فيها مشكله. ادي طرمبه الطرد اهي. طبعا الطرمبه دي طبعا 220 للعلم. سلم على بركه بسم الله ونشوف. طبعا انت لو عندك سيريا بجربها سيريا، افضل سيريا لو انت عندك سيريا اللي هي ايه 110. الطرمبه سليمه يا جماعه، سامعين صوت الطرمبه؟ اه زي ما حضراتكم سامعين كده الطرمبه عندي سليم. طيب فاضل عندي الشداد، هشوف الشداد عندي اهو. ده الشداد اهو يا جماعه، الشداد ده طبعا فايدته انه بيفتح للجير اثناء العصر عشان الغساله تعصر معايا. اقول لك الشيف طبعا ده لما باجي اشغله المفروض ان هو يشد شده. دلوقتي هتبص تلاقيه شد الماتور، المفروض ان هي اشتغلت معايا دلوقتي. الشداد ده بيشد الحله كده زي ما حضراتكم شايفين، يخلي الغساله تخش عمليه العصر اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. ده
هنوصل الطرفين سمي بسم الله. الشدات شد معايا اهو جاب اخره. اصبح ان الشدات ده كده سليم مفصل اتفصل معايا كده. عند الغساله دي يا جماعه مشكلتها في اللوحه اللي هي ايه البورده. انا كده قدرت ان انا احدد العطل بتاعي في الغساله وقدرت ان انا اشخص تشخيص صح كده. بامر الله تغير لوحه تلاقي الغساله اشتغلت معاك وترجع تاني وانت مطمن ومش قلقان من اي حاجه. تمام، دي كانت معلومتي لكم النهارده. محتاج من حضراتكم تعليق جميل وتقول لي انت بتتابعني منين. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.